تنسيق بين مختلف. أيام قليلة قبل موعد 26 من أكتوبر تاريخ الانتخابات التشريعية، تسعى المنظمات المعنية بمراقبة الانتخابات إلى إبراز جاهزيتها عبر تكوينها لآلاف الملاحظين الذين سيتوزعون على نحو 10,000 مكتب اقتراع. نهار 26 أكتوبر شبكة مراقبون إن شاء الله باش تكون ممثلة بأكثر من 4,000 ملاحظ وملاحظة، باش يكونوا موزعين على 264 معتمدية اللي في تونس. راقبنا الانتخابات برشا مرات، اليوم الثقة اللي عنا في مراقبون جاية من اللي احنا ما هيش ثاني انتخابات باش نراقبوها، نجم نقولوا هذه العاشر ولا الانتخابات نمرو 11. وتسعى الائتلافات المدنية إلى التنسيق فيما بينها والاستفادة من خبرات الملاحظين الدوليين الذين سيعملون على إسناد المراقبين التونسيين ورصد كل التجاوزات المخلة بالعملية الانتخابية. مهمة المجتمع الدولي في مراقبة الانتخابات التونسية تتمثل في مساعدة التونسيين لإتمام مسارهم الانتقالي وتقديم التوصيات الانتخابية. منظمة NDI بدأت عملها في تونس منذ شهر يونيو الماضي مع انطلاق عملية تسجيل الناخبين، وغدا تلتحق بنا بعثات من 20 دولة في العالم لمراقبة الانتخابات التونسية. ويأمل المراقبون أن يساعد انتشارهم المكثف على تجنيب الانتخابات التونسية مشاكل التلاعب والتزوير. آلاف المراقبين محليين وأجانب من هيئات دولية ومنظمات مستقلة تعمل على مراقبة العملية الانتخابية في تونس وضمان نزاهتها استناداً على القوانين المحلية ومواصفات الشفافية الدولية. أيمن الرزقي، سكاي نيوز عربية، تونس.